كيفكم؟ أتمنى تكونوا كلكم بألف خير. معكم ريم، وزي ما وعدتكم حنكمل ويا بعض سلسلة تحويل دمى بنتي لأنمي. أدري إنها فكرة مجنونة وقلتها لكم بالفيديو اللي فات، بس أنا مصرة إني حكملها. والحلو اليوم إني حعرفكم على كل الشخصيات اللي حرسمها بهذه السلسلة، والحين أخليكم مع الشخصيات تتعرفون عليها وبعدين نرجع مع بعض. ويلا وطبعا هادول دوما بنتي اللي حرسمهم بسلسلة تحويل دوما بنتي لأنيمي، وحبيت إني أعرفكم عليهم واحد بواحد. فطبعا انتو اكيد حتعرفون بنوتة، فتعرفون هذه امها حسناء، بنوتة رسمتها قبل. هذه كيتي، هذا ليوني، وهذا الصغير بونيو، سميته بونيو عشان هو يعيش بالبحر. وفي انيمي خاص لاستوديو جيبلي، هذا اللي تشوفون على الشاشة اسمه بونيو، فعشان احب هذه الشخصية سميته كده. وهذا غني عن التعريف بيكاتشو، وهذه سموكا، وهذا فهد، وهذول العيلة اللي حرسمها معكم. متحمسين وتبغون تعرفون مين الشخصية اللي حرسمها اليوم بالفيديو؟ كملوا الفيديو للأخير ويلا نرجع. ورجعنا لكم بعد ما تعرفتوا على الشخصيات اللي أبغى أرسمها. شفتوها كتير 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 كيوت. الشخصية اللي ححولها اليوم لأنمي هي بونيو. تدرون انه هذه اكثر دمية احبها، خصوصا عندها شيء كثير مميز، يعني ممكن تقلب، شوفوا تقلب زعلانة بعدين تقلب فرحانة، بس انا عشان احب الابتسامة فحرسم الجهة الفرحانة. والحلو اليوم انه وانا أرسم بونيو على شكل أنيمي حقرا وياكم مواقفكم المحرجة والمرة تفشل. يعني الفيديو اليوم حيكون برعاية، يعني لو تبغون تشوفون تحدي حنجح أو لا وتضحكوني شوي كملوا الفيديو للأخير ويلا نبتدي. وأول موقف بيقول: مرة كنت أساعد الماما وأخواتي في المطبخ، بعدين طحت وطاح علي الطحين وأهلي يضحكون علي وأحبك، وأنا أحبك يا أحلى لولو. فطبعا من بعد ما قريت موقفك هذا اتخيلتك صرتي مثل الشبح. كنت رايحة للمدرسة ومتأخرة وأخواني يستعجلوني، ولما رحت المدرسة دخلت الصف ألاقي الكل يضحك حتى الأبلة، ولما أشوف حالي ألاقي إني لابسة في رجل شبشب ورجل حذاء رياضي، حتى أنا من الفشلة ضحكت على حالي. أنت اخترعتي موضة جديدة، يعني كل رجل تلبسين فيها نوع، حيكون ستايل مرة يجنن. قررت أحضر بالقلم الأسود، بس اليوم اللي قررت إني أجرب انكسر إيش حسوي، بس لن أستسلم، حنجره وحكمل هذه التجربة وأشوف. موقف تاني بيقول: مرة كنا رايحين للعرس وكنا كتير بالسيارة أصلا متزاحمين وصعب ننزل، فأبوي وقف السيارة على أساس يشتري شاي من الماركت، إحنا اعتقدنا إنه وصل، فنزلنا كلنا بالزغاريت ولابسين وكاشخة ومايكاب. فجأة نتصدم بأبوي مرة معصب وقاعد يدخلنا بالسيارة ويصرخ علينا والناس تشوف وتضحك. ضحكني هذا الموقف والمنظر أكيد لأنكم سويتوا الشو، فأكيد الناس فكروكم مجانين ولا شنو، وكان لازم تتأكدون قبل لا تنزلون عشان ما يصير فيكم كده. بس اللي فشل لما أبوكم يتعصب وقاعد يصرخ عليكم.
مرة كنت قاعدة في المدرسة وكانت صديقتي المفضلة غايبة، وكنت مرة ملانة وكانت في ثلاث بنات أنا أحبهم ويضحكوني شوي. رحت أبي أسولف معاهم عادي، قلت لهم ممكن أسولف معاكم؟ قالوا لي لا وروحي لا تجين مرة تانية، وقالوها بصوت عالي والبنات صاروا يطالعوا لنا، وأنا خلاص تمنيت الأرض تنشق وتبلعني بدي اللحظة، لأنه أنا إذا الناس تطالعني أتوتر وعادي يصير لي أي شيء. لأنه مرة طلعت على المسرح في المدرسة والكل يطالعني وأنا دخت ومو عارفة أحرك يدي. حرام ما كان لازم يحكون كده، بس هذا يبين أنهم قليلين التربية، يعني مو لازم تتفشلين هنا، اللي لازم يتفشلوا وينحرجوا من تعاملهم وتصرفهم هذا هم. وأنا بالثانوية كنا في وقت الفسحة، بس كنا بالصف نستنى الأستاذ يجي، فكنت أخذت طباشير وقعدت أرسم بالحيط رسمة كبيرة، هي كانت حلوة بس ما انتبهت إنه الأستاذ دخل وشافني، فطبعا هو ما انتبه للإبداع، شاف إني بس أوسخ الحيطة وقعد يصرخ علي وكل البنات كانوا يضحكون علي. الحمد لله انه بس صرخ وما عاقبك. تدرين انه انا كمان احب ارسم على الحيط والطاولات، وكنت اي طاولة اجلس عليها واخلي فيها بصمتي، يعني ارسم فيها كتير رسمات. موقفي هذا مرة يفشل، كنت في حصة الفرنسية والأستاذة تكتب بالسبورة، وأنا ما أشوف عشان هي لما تكتب بتحجب عني سبورة، فضليت أقوم أشوف وأرجع أكتب لحد ما الكرسي طاح، وأنا كنت أعتقد إنه لسه بمكانه، فجلست على الفاضي وطحت والكل صار يضحك علي، حسيت بإحراج. الحمد لله إنك ما طحتي على رأسك أو شيء، بس أكيد الموقف مرة 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 يضحك، ما أتمنى أكون مكانك. مرة ذهبت سوبر ماركت صغير وأخذت كل اللي أبغى ونسيت ما حسبت لحد ما كنت أبغى أخرج، فطبعا ابتدوا أصوات الإنذار والصفارات وجاوا السيكوريتي وقفوني وأنا ما فهم شيء، وقالوا لي أنت حرامية وأنا بس نسيت، فقلت لهم أنا بس نسيت مستعدة أدفع، بس هم ما صدقوني لحد ما إجا بابا عندي وسوى الأمور معهم. من هذاك اليوم ما عدت أشتري من هذاك السوبر ماركت. موقف ما تنحسدين عليه، خصوصا انك بس نسيتي وهم عاملوك انك سراقة، حرام عليهم كده، اصلا قلتي لهم تبغين تدفعين. انا لو مكانك القليل مو اشتري من هذا السوبر ماركت، ممكن ما امر من جانب هذا السوبر ماركت حتى. اذكر وانا بالمدرسة طيحت علبة صباغة فانسكبت وانا ما شفتها، فمشيت فوقها وعلق اللون بحذائي، وطبعا وسخت كل الصف باقدام رجلي وما انتبهت لحد ما دخلت الاستاذة، فانصدمت من الارض فقالت لنا مين حذائه متسخ ووسخ كل الصف، لحد ما شافت بقعة تحت طاولتي وفهمت انه انا. مرة انحرجت وخفت منها، وهي عاقبتني اني انظف كل ارضية الصف، وما طلعت هذاك اليوم الا والصف يلمع. انتي سويتي لوحة تشكيلية بالصف، بس المو حلو تنظيف الصف كله، مرة متعب لحالك. وخلصت مواقفنا وكمان الرسمة صارت تبين أكثر. متحمسين تشوفوا النتيجة النهائية؟ وهذا الشكل النهائي رسمتها على شكل تشيبي لأني أحسهم مرة كيوت، ويمكن صار لي زمان ما رسمت الشيبي. شنو رأيكم بالرسمة؟ لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطون على زر اشتراك ولايك عشان نكبر عائلتنا، وأحبكم يا أحلى عائلة. また戻る